السلام عليكم، كيف حالكم اللعيبة؟ معاكم عبد الكريم. في حلقة اليوم حنتعرف على لعبة Back for Blood، لعبة إطلاق النار متعددة اللاعبين من منظور الشخص الأول، وتعتبر خليفة للعبة الشهيرة Left 4 Dead، وطوروها نفس المبدعين للعبة الأصلية. اللعبة تعاونية لأربعة أشخاص وثمانية أشخاص في وضع الـ PvP. إذا كنت تدور حرب شرسة ضد مخلوقات متوحشة فخلك معي، لأني متأكد أن هذه اللعبة مصممة لك. قبل ما نخش على Back 4 Blood يا جماعة، أذكركم بزر اللايك واشترك إذا كنت جديد، يوصلك كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية. على طريقك شغل الإشعارات، خلينا نتعرف على اللعبة. إذا كنت تدور حرب شرسة ضد مخلوقات متوحشة فخلك معي، لأني متأكد أن هذه اللعبة هي مصممة لك. تبدأ Back 4 Blood بعد ما ينتشر المرض في كل أنحاء العالم، والسبب طفيلي اكتشفوه من قريب، واضح أنه شيء من خارج هذا الكوكب. انصابوا أغلب البشر وتحولوا إلى ريدل، تتجمع مع المحاربين اللي يسمون أنفسهم كلينرز، بمعنى أنهم ناويين ينظفون الزومبيز. أسماء عمال النظافة اللي ناويين يلمعوا الزومبيز هم ووكر وهولي وإيفانجيلو وموم. ميزة جديدة الباك فور بلاد هي البطاقات. في بداية كل مستوى يحتاج اللاعبين أنهم يبنون مجموعتهم من البطاقات اللي تعدل عناصر مختلفة من طريقة اللعب، مثل تعديل صحة اللاعب والأضرار والقدرة على التحمل. إلى جانب بطاقات اللاعب في الذكاء الاصطناعي اللي يعطيك بطاقات فاسدة تكون ضدك لتعيق تقدمك في اللعبة. الذكاء الاصطناعي يقدر ينتج أعداء إضافيين ويفعل تأثير الضباب ويزيد حجم الحشد. عندك التختيم واللعبة التعاوني، تحارب في عالم ديناميكي كله مخاطر في وضع القصة التعاوني المكون من 4 لاعبين، تلعب مع 3 من أصحابك أونلاين أو تنطلق لحالك في المعركة. تختار من بين 8 كلينرز اللي تقدر تخصص كل واحد فيهم، وعندهم مجموعة من الأسلحة والعناصر المميتة. لازم لك استراتيجية ضد عدو دائما يتطور وناوي انه يدمرك بالكامل. وضع الـ PvP، تلعب 4 ضد 4 في وضع الـ PvP الجديد تماما، وتبدل بين اللعب كواحد من الكلينرز أو كريدن. لما تلعب بالكلينر تحضر لقتال طويل ضد الريدن، وهدفك هو الحفاظ على حياتك لأطول فترة ممكنة. وبصفتك ريدن تستخدم قدرات فريدة لتنهي خصومك في أسرع وقت ممكن. كل من الجانبين عندهم أسلحة وقدرات وتخصصات فريدة للحفاظ على طريقة لعب جديدة ومثيرة وممتعة. في نظام اسمه بطاقة الروغ ليت جديد، يعطيك تجارب مختلفة مع كل لعبة. تقدر تدخل مباشرة إلى الإثارة عن طريق اختيار بطاقة جاهزة، أو تغوص في التخصيص الكبير لباك فور بلد وتصنع بطاقتك بنفسك. تتميز اللعبة كمان بذكاء اصطناعي يتكيف باستمرار مع تصرفات اللاعب، مما يضمن لك معارك رهيبة وتنوع شديد في اسلوب اللعب وحشود أكثر قوة من الريدل. ما في طريقة لعب متشابهة، البيئات دائما تتغير والمخاطر ومواقع العدو كمان، اللي يعطيك فرص تجارب كثيرة ما لها حصر مع أصحابك أو لوحدك. وبكذا نكون تعرفنا على لعبة Back 4 Blood. اللعبة توها جديدة وتدخلك بأجواء حرب ضد الأحياء الأموات، والسبب هو طفيلي قاتل ناوي ينهي كل البشرية، والموضوع صار بيدك أنت وخوياك تحاربون ذا الشر وتنقذون العالم. أتمنى تكون استمتعتوا بحلقة اليوم. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية. سلام.